أنهى المشاركون في أعمال الورشة الوطنية لتدقيق واعتماد الدليل الإحصائي للعام 2015. الورشة نظمت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار. إشراق عبد الله رحمة. خلال يومين أنهى المشاركون أعمال الورشة الوطنية لتدقيق واعتماد الدليل الإحصائي لعام 2014-2015، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين بوزارة التعليم العالي البحث والابتكار. كما أن خلال الورشة قد خرج المشاركون بالعديد من التوصيات والقرارات تمثلت في مراجعة تدقيق البيانات الإحصائية لعام 2014-2015، وكذا تحديث بعض العناوين وتعديلها حتى يتوافق مع إحصائية عام 2016-2017. وحيث طالب المشاركون من الحكومة عبر وزارة التعليم العالي البحث والابتكار تنظيم مثل هذه الورش في كل عام حتى يتثنى لهم دراسة إحصائية كل عام. توصيات من التوصيات أن يرجى من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المواكبة مع إدارة التخطيط العام بوزارة التعليم العالي والبحث الإبداع في مد هذه الإدارة المهمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالبيانات السنوية المتجددة، سواء كان في أعداد الطلاب أو في أعداد الأساتذة، في أعداد الإداريين، في لغة التعليم بالمؤسسة. وبهذه الطريقة ربما جامعة الملك فيصل بتشاد هي الجامعة العربية الوحيدة من بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي قدمت إحصائيات دقيقة وكاملة. علما بأن مخرجات هذه الورشة تساعد الوزارة في إحصاء البيانات وتجميع المعلومات مما يجعلها اكتشاف مواطن الضعف والقوة في الوزارة وتصحيح المعلومات.